زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله اليوم ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة الذكرى 17 لرحيله، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة ووضع أكاليل الزهور على الضريح. ولدى وصول جلالته عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير، كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وسيادة الأشراف ورئيس الوزراء وهيئة الوزارة ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين وعدد من الفعاليات الرسمية والشعبية.